الرقم بطبيعة الحال مرشح للزيادة بسبب استمرار عمليات القصف الإسرائيلي الجوي والمدفعي واستهدافات سيارات مدنية دراجات نارية، بالإضافة إلى وجود عدد من الشهداء الملقين يعني الذين هم ما زالوا على الأرض في مناطق شمال مدينة حمد ومحيط جامعة القدس المفتوحة وفي القرب من شارع الطينة في منطقة المواصي غربي مدينة حمد. عدد من الشهداء لا زالوا على الأرض والمفقودين. قبل دقائق من الآن شنت الطائرات المسيرة الإسرائيلية غارة جوية على دراجة نارية من نوع توك توك في منطقة قيزان النجار القريبة من مدينة رفح. هذه الغارة الإسرائيلية حتى الآن أدت إلى استشهاد 2 من المواطنين من عائلة قشطة، بالإضافة إلى إصابة شخص ثالث بإصابات بين المتوسطة والخطيرة، والذين نقلوا جميعا إلى مجمع ناصر الطبي. هذه الغارة سبقها عدة غارات إسرائيلية متنوعة، كان آخرها بالقرب من مجمع ناصر الطبي تحديدا في مخيم أو في حارة تطلق عليها حارة الحاووز في مخيم خان يونس. هذه الغارة الإسرائيلية أدت إلى إصابة 3 من المواطنين من بينهم إصابة خطيرة أو شديدة الخطورة بفعل قيام طائرة مسيرة إسرائيلية باستهداف مجموعة من المواطنين كانوا يسيرون في حارة الحاووز بالقرب من مجمع ناصر الطبي أو إلى الشرق من مجمع ناصر الطبي، ثم تلا ذلك غارات إسرائيلية عنيفة على أماكن مختلفة. ربما كانت أعنف الغارات لاستهداف سيارة مدنية في منطقة الفخاري جنوب شرق مدينة خان يونس، والتي أدت إلى استشهاد 4 من المواطنين من عائلة واحدة، عائلة العمور، وإصابة 5 بجروح خطيرة بعد قيام مسيرة إسرائيلية باستهداف هذه السيارة الذي كان بها 5 من المواطنين وهم من العاملين في تأمين المساعدات التي تصل عبر معبر كريم أبو سالم. السيارة كانت تتحرك بشكل اعتيادي وطبيعي عندما قصفتها الطائرات المسيرة الإسرائيلية ونقل جثامين الشهداء والمصاب إلى مجمع ناصر الطبي، ثم تم انتشال شهيدين، شهيد المجموعة الأولى من الذين تم انتشالهم من منطقة شارع الطينة، وأيضا شهيد آخر من بلدة بني سهيلة تحديدا من دوار شيرين أبو عاقلي، ثم تم انتشال شهيدين من مدينة رفح ليرتفع أعداد الشهداء حتى اللحظة الذين وصلوا فقط إلى مجمع ناصر الطبي إلى 14 شهيدا وأكثر من 25 إصابة جراء استمرار الغارات الإسرائيلية. كل هذه العمليات القصف والتصعيد الإسرائيلي سبقها قصفا مدفعيا عنيفا على مناطق وسط مدينة خان يونس، تحديدا شارع جمال عبد الناصر، حي الكتيبة، حي المحطة، السطر الغربي والشرقي، وأيضا الأطراف الشرقية لمدينة حمد حيث تتواجد الدبابات والآليات الإسرائيلية. الوضع الميداني في خان يونس وفي رفح متصاعد في ظل استمرار عمليات القصف والنسف أيضا في مدينة رفح تحديدا في المنطقة الغربية والشمالية ووسط مدينة رفح عند دوار العودة. قامت القوات الإسرائيلية بنسف مربعات سكنية، فيما أعلنت كتائب القسام عن استهداف 5 دبابات مركبة في المناطق الغربية والشمالية الغربية تحديدا في مناطق حي السلطان بقذائف اليسين 105، وأعلنت أيضا يعني يوم أمس عن استهداف مجموعة من الجنود الإسرائيليين بقذيفة تي بي جي، وأوقعت أفراد القوة بين قتيل وجريح. هذا الأمر أيضا ينطبق على خان يونس. الآن كذلك إبراهيم أظني على المقاطعة، الآن كذلك جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اغتيال عنصر من وحدة القذائف والصواريخ التابعة لحزب الله في غارة كانت قبل قليل في بلدة في الجنوب اللبناني تدعى بلدة عيت الزوت. طيب ابقى معنا يا إبراهيم. محمود اللوح، كان لديك منذ قليل كذلك غارة إسرائيلية على أو قرب دوار يدعى دوار أبو ميري.
نعم، بطبيعة الحال غارة إسرائيلية قبل قليل من قبل طائرات الاحتلال الحربية على منزل قرب منطقة تسمى بدوار أبو ميري إلى الشرق من مدينة دير البلح. هذا الصاروخ لم ينفجر، بطبيعة الحال المناطق هي فارغة من السكان بعد عملية النزوح الأخيرة التي حدثت في منطقة دير البلح. عدد من الشهداء وصل منذ ساعات الليلة الماضية وحتى صبيحة هذا اليوم لمستشفى شهداء الأقصى في منطقة مخيم البريج. كان هناك استهداف لمجموعة كانت تقوم بعملية جمع للحطب من إحدى الأراضي الزراعية، طائرة مسيرة بدون طيار استهدفت مجموعة من الأطفال والأشبال، أدى ذلك لإرقاء شهيد وعدد أو ثلاثة مصابين نقلوا لمركز العودة الطبي، فيما قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي بكثافة مناطق أرض المفتي ومناطق في حي الدعوة ومناطق أيضا مجاورة لشركة توليد الكهرباء منذ ساعات الليلة الماضية. كان هناك تكثيف من الأحزمة النارية بالمدفعية من قبل الآليات المتمركزة شرق منطقة البريج وفي محيط منطقة نيد سريم وفي محيط منطقة تسمى بتبت الرئيس، كانت تقصف مناطق مجاورة لأرض المفتي، أدى ذلك لارتقاء شهيد وهو مروان الدعالسة، إضافة لاستهداف مباشر كان لمنزل يعود لعائلة الصيام، أدى ذلك لارتقاء 4 من الشهداء وصلوا لمركز العودة الطبي ومن ثم حولوا هنا لمستشفى شهداء الأقصى. منذ ساعات الصباح الاحتلال الإسرائيلي يكثف من عمليات قصف بالمدفعية في المناطق الشرقية لمخيمي المغازي ومنطقة دير البلح. تفاجأنا في ساعات الفجر الأولى تقريبا الساعة 4 والخامسة بعملية نزوح من قبل المواطنين الذين كانوا يتواجدوا قرب منطقة مدرسة فلتر وقرب شارع صلاح الدين قرب مستشفى شهداء الأقصى، هربوا بفعل عمليات القصف المدفعي العشوائي، هربوا من شدة الانفجارات القوية التي حدثت مع اقتراب الآليات الإسرائيلية في محيط حارة المعني في محيط منطقة الجعفراوي في محيط منطقة المزرعة وعلى امتداد شارع صلاح الدين جنوب مدخل مدينة دير البلح. عمليات القصف المدفعي كانت مصحوبة أيضا بعملية إطلاق نار مكثف من قبل الآليات الإسرائيلية وطائرات الكواد كابتر التي لا تكاد تغادر سماء وسط قطاع غزة بشكل عام، ولاحظنا بالأمس تكثيف من عمليات إطلاق النار من قبل هذه الطائرات التي أصبحت بين هلالين يسميها أبناء الوسط والنازحين بغربان السماء. كيف؟ لماذا؟ لأنها تدخل الأجواء بشكل يعني مفاجئ وبشكل مرتفع من ثم تنخفض هذه الطائرات وتطلق النار على الرؤوس وعلى الأجساد يعني التي تتواجد في الشوارع على شرفات المنازل على المدارس على المستشفيات. أوقعت بالأمس 3 من الشهداء بعد إصابتهم بطلقات نارية بالرؤوس بشكل مباشر وقد وصلوا هنا لمستشفى شهداء الأقصى. أيضا على الجانب الآخر المقاومة الفلسطينية لا تزال تطلق رشقاتها الصاروخية، تطلق قذائف الهاون، تشتبك مع قوات الاحتلال المتوغلة في محور نيد سريم وأيضا في مناطق جنوب شرق مدينة دير البلح. سريعا إبراهيم لو أمكنك المجهودات التي تتم حاليا للبدء في حملة تطعيم الأطفال من مرض أو فيروس شلل الأطفال. نعلم أن الصحة العالمية حذرت، نعلم أن الأونروا حذرت، إنما ما أسألك فيه هو أن الأونروا ستبدأ بالفعل في هذه الحملات. نعم، هذه حملة مهمة جدا وجاءت بعد تحذيرات وزارة الصحة على إثر اكتشاف الفيروس المسبب لشلل الأطفال، مما أثار ضجة عالمية يعني حركتها الأونروا والمؤسسات الدولية بعد تحذيرات وزارة الصحة. هذه المسألة مسألة خطيرة جدا، واليوم وزارة الصحة الفلسطينية دعت المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية ومنظمة الصحة العالمية بالضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي لتسهيل هذه العملية دون عراقيل، وكانت هناك مطالبات بهدنة إنسانية لمدة أسبوع تقريبا من أجل إنجاز هذه المهمة الإنسانية والطبية العاجلة رحمة بالأطفال الفلسطينيين الذين الآن بات يعني مرض شلل الأطفال يتهدد هؤلاء الأطفال. الحملة ستبدأ بالفعل، وربما يعني خلال الأيام الماضية كانت هناك بعض التطعيمات، يعني كنا يعني شاهدين على بعض التطعيمات التي حدثت، لكن حجم التطعيمات كان قليلا جدا، لكن بعد أن توفرت اللقاحات بات من يعني السهل الآن تقديم هذه اللقاحات للأطفال الفلسطينيين. نتحدث عن قرابة 640 ألف طفل سوف يحصلون على هذه اللقاحات، لكن المطلوب الآن عدم وضع عراقيل أمام الفرق الطبية والمشافي وفرق الأونروا من أجل التحرك بسلاسة بين محافظات قطاع غزة لتسهيل وصول هذه اللقاحات إلى كل الأطفال
الفلسطينيين في قطاع غزة لمحاصرة تداعيات هذا المرض وهذا الفيروس الخطير.